اليوم الرابطة طبعا معنية بهذا الموضوع صح ولا لا؟ اليوم عندهم مؤتمر والجمعية العمومية ولا لا؟ ما نادوا يعني ما نادوا كل الإعلام، نادوا ما أدري يعني نادوا جزء وجزء لا. ولازم كذا نوجه كلام للرابطة، لازم نوجه كلام للرابطة 100% مهم إنك تجيب فلوس. لما تدفع لازم تشتغل إنك تجيب فلوس، وفي كفاءات موجوده اليوم في الـ في الـ في الانديه الرياضيه وفي الرابطه وفي الاتحاد شغلتها انها فعلا زي ما تحط فلوس لازم ترجع فلوس، لانه كذا الحركه الاقتصاديه الرياضيه وهذا مهم. لكن ايضا من المهم جدا تعرف انه اللعبه لا تفقد جمالها وشعبيتها وشكلها، برضو لازم يكون عندك ناس تشتغل على هذا الموضوع. واضح اليوم المدرجات الفاضيه، المفروض الرابطه مستنفره. ايش الموضوع؟ ليش الناس مو قاعدة تحضر؟ هل هي البيئة؟ هل توقيت المباريات؟ هل الجمهور زعلان؟ المباريات مملة؟ الناقل مو كويس؟ اللعيبة مو بزينين؟ احنا كرابطة مش عارفين نشتغل؟ لازم تهتم بهذا الموضوع. كرة القدم هي لعبة شعبية، جمالها وقوتها وحلاوتها في انها تكون لعبة شعبية بالدرجة الأولى وتجيب فلوس بعدين. وهذا الشيء لازم الرابطة تفكر فيه وتشوف الحلول، ولما تبغى تشتغل تشوف الإعلام وتشوف الأندية وتشوف الجماهير وتسوي دراسة وتعرف عشان تحل الموضوع. دوري بدون جمهور ما له أي أهمية ولا له أي قيمة. واللي قاعد يشتغل في الرابطة على هذا الموضوع، اللي قاعد يشتغل في الرابطة على هذا الموضوع لازم يستوعب إنه المسألة ما هي، لازم واحد يفهم اللعبة ويعرفها ويكون حابها وعاشقها. هي بضيفة أبغى أقول حاجة على موضوع رئيس الأهلي، ترى كان معنا في لقاء وقال جملة كذا عابرة الناس ما وقفت عندها. لما تكلم عن متعب الحربي قالوا احنا واتفقنا وكل شيء وبقى العقد النهائي نرسله وكانت الساعة 4 الفجر صح ولا لا؟ فهو قال مين بيسوي لي العقد 4 الفجر؟ صح ولا لا؟ صح؟ صحيح. ما بعد بدا الدوام. في موظف. الهلال خلص 4 الفجر. صح ولا لا؟ لأنه هنا في واحد موظف ويحب وعارف اللعبة وعارف الشغل، فاهم علي؟ أنا ما أقول اللي هناك موظف وما يحب، ممكن يكون موظف ويحب، بس انه مو مستوعب مثلا بكلام رئيس الاهلي، مو مستوعب كذا في 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 الكوره حاجه ما لها دخل ترى لا بالتعليم ولا بالدراسه ولا ملكه في كذا. الكوره تراها جايه من الشارع، ذكرتني بو الكوره جايه من الشارع، ترى ما هي جايه من فصول المدارس. فصول المدارس جات تحسنها وتضبطها، بس ترى هي اساسا جايه من الشارع. بوجود ولا بو يعني على الكلام هذا، بس بعد اذنك يعني لما كنا في النادي وجت مكرمه سيدي سمو ولي العهد الامير محمد، جانا اتصال من الاخوان في الرابطه انه نروح الجده على اساس لقاء تركي آل الشيخ. فكانوا كنا بنروح الظهر، فقعدنا لين الصباح الساعه 8 الصباح اللي هي حصر الديون والجدول، ما نفس الكلام هذا، ما قلنا خلاص الساعه 8 في الليل الناس تمشي، لا جلسنا لين الصبح. وكل العاملين في كل الأندية لما تقابلنا من بكرة كانوا شغالين إلى الصباح. فسالفة أنه ما فيه وقت لكرة القدم اللي نقول 7 أيام 24 ساعة المفروض أنك أون تايم، هذه غير موجودة. شوف شوف في كثير من وهذه شغلة مهمة. ترى أنا أقول لك شغلة، ترى كرة القدم تعتمد فقط ترى أساسا على اللي في الدرجة الثانية، ذولي هم المهمين، ترى هم اللي يشتركون معاك في القنوات وهم اللي يسووا الاكتيفو وهم اللي يحضرون من بدري، هذول هم المهمين. خليك من اللي حقين البوكسات دولي والمكان الاعلاميين حقنا، هذا بعليك منه، هذا بعليك منه. تيفو هناك والشغل هناك والاشتراكات هناك، وهذول هم اللي يشجعون. هذا الموضوع لازم ينشاف، قاعدين نشوف مدرجات فاضيه، ايش السالفه؟ فاصل قصير بعد هنا عود.